السلام عليكم. تم صبيحة اليوم تدشين مصعد الهوائي تاع مدينة وهران، أو بالضبط إعادة تشغيل المصعد الهوائي إذن تاع مدينة وهران. وهنا نشوف الصور تاع التدشين هذا. وللعلم المصعد هذا فيه 3 محطات، 3 محطات إذن، و إن شاء الله تكون بادرة خير بالنسبة يعني تدعيم السياحة في يعني المنطقة الغربية لمدينة وهران، وخاصة مدينة وهران. وإن شاء الله يعني المصاعد الهوائية الموجودة في كثير من المدن الجزائرية، حوالي 12 مدينة، يتم إعادة تشغيل الجزء اللي راه معطل، وكذلك المزيد من مشاريع في هذا الميدان بالنسبة لمدن أخرى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.